كان لرحيل ماثيو بيري صاحب شخصية تشاندلر بينج بالمسلسل الشهير فريندز صدمة كبيرة لعائلته وزملائه وجمهوره حول العالم. أصدرت عائلته بيان رسمي شاركته مع مجلة بيبل أعربت فيه عن حزن العميق لرحيله. قالت عائلة ماثيو بيري إنهم مفجعون لوفاته المفاجئ، نشعر بالحزن الشديد بسبب الخسارة المأساوية لابننا وأخينا الحبيب. لقد جلب ماثيو الكثير من الفرح للعالم كممثل وصديق. ووجهت الأسرة حديثة لجمهور ومحبي الفنان: لقد كنتم تعنون له الكثير ونحن نقدر هذا التدفق الهائل للحب. كما نعت مجموعة وارنر برادرز التلفزيونية ماثيو برسالة: كان ممثلا موهوبا بشكل لا يصدق وجزء لا يمحى من عائلة مجموعة تلفزيون وارنر برادرز. كان تأثير عبقريته الكوميدية محسوسا في جميع أنحاء العالم وسيعيش إرثه في قلوب الكثيرين. هذا يوم مفجع ونرسل حبنا لعائلته أحبائه وجميع معجبيه المخلصين. ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز موقع TMZ المتخصص بأخبار المشاهير أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري ميتاً بداخل حوض استحمام ساخن بمنزل بمنطقة لوس أنجلوس. كما ذكرت شبكة NBC الإخبارية الخبر ذاته نقلاً عن ممثل أمريكي لم تذكر اسمه. كانت آخر صورة للنجم الأمريكي داخل نفس حوض السباحة يلي عثر عليه في ميت، حيث نشر على حسابه الرسمي على إنستغرام منذ 5 أيام صورة لإله داخل الحوض معلق عليها: هل الماء الدافئ الذي يدور حولك يجعلك تشعر بالارتياح؟ أنا ماتمان. مما أثار ذلك قلق متابعيه وتساءلوا عن حالته وما إذا كان بخير. اعترف بيري قبل مدة أنه كان بيعاني قلق كبير بشكل يومي وأنه خضع لنحو 65 جلسة إعادة تأهيل للتخلص من إدمان المواد المخدرة، منفقاً 9 ملايين دولار لهذا الغرض. كما خضع ماثيو بيري للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلة إدمانه، آخرها كانت بالقولون واستمرت لمدة 7 ساعات عام 2018. كان أشهر دور لعبه بيري هو تجسيد شخصية تشاندلر بينج بمسلسل فريندز يلي تم عرضه بين عامي 1994 و2004 على 10 مواسم، وشاركوا ببطولته جينيفر أنستون، كورتني كوكس، ديفيد شويمر، مات لبلانك، ليزا كودرو.